مبروك مرتك حامل بسبعة توأم، الله يبارك بعمرك دكتور. يعني رح تصير أب؟ لا رح تصير سفن أب. إيه طبعا رح تصير أب، يعني رح تصير أم. يعني مثلا إيه شو مال عرضك؟ ورثها بالطالب مو ذنبه، تعالوا لقلكن ليش. السنة 365 يوم، في عندكم 52 يوم جمعة بالسنة، هذا ما حدا بيدرس فيه. ضل عنا 313 يوم، العطلة الصيفية 50 يوم، ومعقول كمان الطالب يدرس بالعطلة الصيفية؟ ايه؟ ضل عنا 263 يوم، 8 ساعات نوم يوميا، هذا أقل شيها، أي ما يقارب 122 يوم. بقي عنا 141 يوم، ساعة ترفيه باليوم، ما بتكسره، هذا ما يقارب 15 يوم. بقي 126 يوم، ساعتين باليوم بده يروحوا أكل وشرب ما بين غدا وما بين فطور وما بين عشاء، ما يقارب 30 يوم. بقي عنا 96 يوم، ساعتين باليوم أقل شي دردشة بين العيلة، ما هو كمان مخلوق اجتماعي الزلمة، ما يقارب 15 يوم. ضل عنا 81 يوم، أيام الامتحانات أقل شي 37 يوم، ما بين أعياد وطنية ودينية وما بعرف شو كمان شي 43 يوم، ضل عنا يوم واحد وهو عيد ميلادك. وكل عام وأنت بخير، المذاكرة بتروح وبتجي، أهم شي صحتك يا قمر.